حيلتنا فيه؟ ما حيلتنا معهم؟ جيش مصر أيها الإخوة إلى وقت قريب هو خير أجناد الأرض، وستفتح عليكم مصر، قال عليه الصلاة وأفضل السلام آله، فاتخذوا فيها جندا كثيفا فإنهم خير أو من خير أجناد الأرض. ظللنا نردد هذا، وأتى التاريخ قرنا بعد قرن ودهرا إثر دهر ليؤكد أن هذا القول حق. صح عن المصطفى المعصوم أم لم يصح؟ الجندي المصري من خير جنود الأرض أيها الإخوة. من الذين أنقذوا هذه الأمة أيها الإخوة؟ من المغول التتار الذين دمروا أكثر أيها الإخوة من نصف حضارة الإسلام في عقود يسيرة. الجندي المصري كيف تسنى وتهيأ للناصر صلاح الدين رحمة الله على روحه العظيمة، محرر بلاد الإسلام أيها الإخوة، وموحد الجبهتين، موحد الجبهتين الشامية والمصرية، كيف تسنى له أن ينجز ما ينجز وأن يقيم أيضا دولة لأهل السنة على أنقاض دولة الفاطميين الباطنية بمصر بالذات؟ ومن غير مصر ما كان يتهيأ له إنجاز ما أنجز. مصر ظلت هكذا. من هي أكثر دولة عربية تصدت للعدو الصهيوني وخاضت الحروب وقدمت الألوف من خيرة أبنائها من شرفاء جندها؟ مصر. ظللنا نردد هذا ونفخر به وحق لنا إلى وقت قريب جدا، حتى إذا دخلنا دهليز السياسة والخلافات السياسية والحزبية والمصلحية أيها الإخوة والسلطوية، إذا بنا نسمع تحقيقات حديثية لأول مرة تصخ وتصك آذاننا تصمها بأن هذا الحديث ضعيف من شخص لم نره من قبل ولا يعرف بنبوغ ولا بنبل في علم ديني أو دنيوي، لا ندري ما هو ولا أقول من هو، لا ندري ما هو، يأتيني بحلقة في زهاء ساعة ساعة إلا ربع أيها الإخوة، يريد أن يقنعنا من خلالها أن الجيش المصري أنشئ حين أنشئ لحماية إسرائيل. الله أكبر، عبقرية رهيبة، ذكاء منقطع النظير. ونسمع قبيل أيام يسيرة أيها الإخوة أن هذا الجيش، هذا الجيش، جيش مصر، هؤلاء الذين يصلون ويصومون، معظم الشباب في الجيش المصري مسلمون يصلون ويصومون، أليس كذلك؟ الذين قتلوا وذبحوا قبل بضع سنين أيها الإخوة في سيناء كانوا صائمين، أعدوا أمامهم المساكين رحمة الله على أرواحهم، أعدوا أمامهم طعام إفطارهم، ذبحوا قبل أن يتناولوا شيئا من إفطارهم.